عدد كبير من المصابين في الطرقات تنزف، وفي أماكن الاستهدافات المختلفة في شمال قطاع غزة، ولا يوجد طواقم للدفاع المدني أو للإسعافات للقيام بواجباتها الإنسانية ونقلها وتقديم المساعدة الطبية اللازمة لها. هذه الأعداد تبقى تنزف حتى الموت وتصبح في عداد الشهداء، وما زال عدد منهم تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة. أعداد كبيرة من المصابين بقوا تحت الأنقاض لأيام طويلة دون أن تتمكن طواقم الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إليهم لتقديم الخدمة المطلوبة، وأصبحوا في عداد الشهداء وما زالوا أيضاً تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة. أيضاً يقوم الاحتلال وبشكل مركز باستهداف مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة، حيث تم استهداف مستشفى كمال عدوان والمستشفى الإندونيسي ومستشفى العودة، وتم وقوع إصابات من بين صفوف المرضى المنومين داخل مستشفى كمال عدوان جراء الاعتداء المباشر للاحتلال الإسرائيلي. بعد تدمير الاحتلال للمستشفيات في التوغل الأخير وعدم السماح للتحرك بما تبقى منها سواء للصحة أو للدفاع المدني أو للمستشفيات، لم يعد هناك منظومة صحية في شمال قطاع غزة. أعداد الإصابات والشهداء كبير جداً ويفوق قدرة المستشفيات على استيعابها أو القدرة على التعامل معها، وبالتالي نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الصحية والإنسانية الدولية بإيفاد وفود طبية وجراحية إلى مستشفيات شمال قطاع غزة وبشكل عاجل لإنقاذ ما تبقى، ونطالب بحماية المستشفيات والكوادر الطبية العاملة بالمستشفيات وحماية المرضى والمصابين داخل أروقة المستشفيات وداخل أقسامها. كما نطالب بضرورة إدخال سيارات الإسعاف وسيارات وآليات الدفاع المدني للقيام بواجباتها الإنسانية في محافظة شمال قطاع غزة. شكرا لك.